بسم الله الرحمن الرحيم. معجزة هذا المعرض الحجرة النبوية الشريفة. الحقيقة الإنسان اللي يزور هذه الحجرة هيصاب بمشاعر روحية كبيرة جدا، وكأن الزمن عاد به إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. حياة الرسول بالكامل والسيدة عائشة سيراها في هذه الحجرة النبوية. يمكن أنا زرت هذا المعرض في المدينة المنورة، لم تكن فيه هذه الحجرة، يعني أنا بعتبرها إعجاز بكل المقاييس. شكرا لك.